الكذا في تونس غالي، محلات تو ب 800 وبمليون واحد. نحن كيما نحن صناعيه نمشي نجيبوه. كان برنامج في عام 86 وقتها جدونا باب سويقه ومنطقه الحفصيه، في بالنا هذا الكل مش يمشي في البرنامج هذاك. الشعب قاعد حامل وسيكت من جميع النواحي، من قوته ومن رزقه ومن من كل شيء. وشكون يضرب فيها هاك الخليل مشكي هاك زوالي اللي تعدى من هنا خدام حزام زاد راه مش يبقى يخزر الفوخ، هو يخزر لوطه ويا ربي باش يمنع. قالوا تير ما تلقاش فيها 40 50 واحد، مش عباد هذوك. عسلامة. مرحبا بيك. مرحبا. كنت تحكي لنا على الظروف اللي تخدموا فيها لهنا في البنايات هذيا في المدينه، ولات اغلبيه البنايات قايله للسقوط، معناها كيفاش تبدا تخدم وخايف؟ ما عندناش بديل، ما عندناش تعويض، كان حاجه معوزه لنا مشينا لها. هذه حاجه عايشين فيها مولودين لهنا، نحن ولاد المنطقه هذه تربينا هنا وقرينا هنا ونخدموا لهنا، الصنعه هذه تعلمناها لهنا وقاعدين نخدموا، فماش حلول. تو كيما قبل البني هذا كيما تو؟ لا من قبل هو هكا، ما تو زاد. ما تهميش واحد كل شيء، ما فماش صيانه واحد كل شيء. عندنا صيانه المدينه من الثمانينات ونعرفوها ومش قاعده تخدم، مش من تو، شيء قديم. أنا عمري 57 سنة الوكالة ذي نعرفها هك، ما تعمل فيها شيء سوى القدم ولا الحاضرين واللي جايين من بعد، نفس الحكاية. وقدمتوا تشكيات كمواطنين كأصحاب تالي جاء الوالي والمعتمد واحد وكل شيء، وجاوا وصوروا وشافوا الحالة واحد وكل شيء، ونحن شو عندنا؟ ما عندناش حاجة أخرى باش نعملوها. والغلاف الكرافي تونس غالي، محلات تو ب 800 وبمليون واحد. نحن كيما نحن صناعيه نمشي نجيبوه. يعني قعدتوا بين نارين، بين انكم تخدموا وتوفروا قوتكم وكل شيء، وبين انك معناها لهنا ما تعرفش في اي لحظه تنجم بني يطيح. ايه هاو قدام باب الحانوت، وكل واحد قاعد يطيح علينا، كل مره يطيح لقش. شوف هيك العصر، فشوفها كيفاه. انا كنت نخدم في الصيف كي تسخن الدنيا نخدم الغادي، عامني ولتحت على راسي هيك منقوب. لكن ما عندنا حتى حل، فماش تعويض. كان برنامج في عام 86 وقتها جدونا باب سويقة ومنطقة الحفصية، في بالنا هذا الكل مش يمشي في البرنامج هذاك، لكن فما شيء. المسؤولين فاش قاعدين يعملوا؟ الله أعلم به، قاعدين يشوفوا فينا، في بالهم بكل شيء ويعرفوا كل شيء بالنسبة للبنية التحتية، بالنسبة للنقل، بالنسبة للصحة، كل شيء قدام عينيه. انا يعني من هنا تو الحفصيه نسكن في حي بن خلدون، يوميا نهبط على ساقي، فماش بديل. شو مش نعمل؟ قاعد يعوض لنا الدوله، قاعد تعوض. لا الدوله قاعده تعوض، ولا البلديات قاعده تقوم بالصيانه، ولا قاعده تنظف، حتى الوسخ راهو فيه بارتو، معناها فاش قاعدين يعملوا. تو كيما الجمعه هذه جبنا جماعه من بلديه ب 70 دينار لموا دهان، هذه ما كانتش هك، كانت اوسخ من هك. لكن انا غالب شنو واش نعملوا، فماش حل. المواطن اليوم ولا يقوم بخدمه البلديه؟ يعطيك الصحه، شو بشينا شو نعملوا؟ ما عندناش حلول اخرى. كما نخدموش نحن، كل واحد يسيق قدام داره ولا قدام حانوته وواحد وكا ونهزوا الحمل. شو نعمل؟ كي ربي نعم عليهم جماعه البلديه وخذوا حقوقهم ما بعد الثوره، كان ياخذ في 180 يخدم ليلا نهار. والدنيا نظيفة. والدنيا نظيفة، تو ياخذ في مليون ومنحة الحليب ومنحة شنو؟ تو فينا نحن العيب. شنو ذنبنا نحن؟ نحن كشعب نحبوا نخدموا، نحبوا نعملوا على رواحنا. لما ما لقيناش شكون باش يساندنا كي باش يدز معانا العجلة. الناس كلها كل تتشابك في المشاكل وفي العراك وفي الوحش، مدخلنا نحن. ما يفهم مشاكل الدولة تحلها الدولة واحدة، ومشاكل الشعب يلزم تحل معاه الشعب. قاعد حامل وسيكت من جميع النواحي، من قوته ومن رزقه من كل شيء نعانيه. تو كيما نحن صناعيه كما تجيناش بيريود هكا بتاع خدمه، العام فيها 12 شهر نخدموا فيه شهرين ثلاثة شهور، والباقي العام نحن بطال. نجاهد وكيك ما لقيناش سبل كي باش يحلوا لنا افاق، كي باش مش نخصيصين في ميدان التصنيع، سوى الصبات التكستيل كل كنا عندنا كفاءات كبيره، لكن ما لقيناش حيط باش نتكاو عليه. الحيط خايخ كيما شوف الحيوط هذه خايخ، حتى الدوله بيدها خايخه، المخاخ خايخه، ما وربي يجيبها للسواق.
اليوم قاعدين نعملوا في دورة في المدينة العربية، نراو في برشا بنايات آيلة للسقوط، وضعية كارثية الحقيقة، معناها في يجيوها سياح، يجيوها معناها حتى مواطنين تعيش لهنا وتخدم لهنا، تراش اللي هذا يمثل اختر على التوانسة؟ اختر 100% مش اختر نراشو، هذا أكبر اختر، هاك تشوف لها أنت، ريتو الناس اللي صورتوه توا اللي هو ذاك ما عندوش شهر ولا شهرين من اللي طاح. عندنا شكون ودحوم منع هوكش يعني هو تعدى وطاح فهمتني، وكل هاك تشوف لها باش يطيح، ماش الكل على قريب يطيح، توا ما طلعت الشمس الا ما يطيح الكل يطيح. ملاهم عندهم المليار دوات وملاهم لاباس عليه في المرسى والبنيه تعمل 5 مليار دوات تسمع فيه؟ هذا يسكن هنا مع هنا اصلا عايشين هكاك عباد عندهم الفلوس ما يهمهمش في العباد. يعني تعرفوا ماليهم لهنا، عندهم ماليهم ما يجيوهمش وما يتفقدوهمش ومخلينه ما كيك اختر على العباد. ليه اختر على العباد وماليها ريتها بلوك وبلوك، كل واحد عنده بلوك ملكه خاص وبعيد عليه ويعلم ربي وين عايش وما يهموش فيه، طاح مات ما ماتش، ديجا ديما الكوارث موجوده هنا راهو. نورمالمون يا يتلهي بيه يا سيب للدولة خليه تصلح. ما يدوروش بالبر هذايا خلاص لأن عنده الفلوس وبعيد عليها، وما يهموش مواطن قليل متعدي ولا إنسان براوتي مسكين يدبر في راسه ولا خدام حزام ولا قهواجي ولا غيره ولا غير. يتعدى ما تعرفش عليه يختر كيفاش، يعني كل مهدب سقوط هذه ما تعرفش عليه أنا نهار تيح. ما تعرفش عليه، وديما يجوا يصوروا وديما يجوا يعملوا برامج وما رينا شيء. قداش عندك تعيش لهنا؟ انا ما نعيش هنا ما ديما في الحومه، عندي قرابه 37 سنه هكاك، مانيش لا ولد حومه لا، اما نعيش هنا نجي بصيف تنسيبي لهنا نجي ديما رسمي كل يوم، دورت 37 سنه نعرفها البقعه ولا تغير فيها حتى شيء. يعني من 37 سنه لتول البلاصه هذه نفس كل شيء كيما تشوفها، بالعكس ماشي للسقوط باش تهبطوا، ما تعرفش عليه مواطن المسكين يعلم ربي ولا عائله ولا غيرها، يبدا متعدي وتك تيه عليه البني هذا اللي تشوف فيه الكل مهدد، راه ما تعرفش عليه. الناس اللي يفهموا اللي يسكنوا لهنا ولاد الحومه لهنا يتعدى يبدا خايف مسكين، ديما يطل الفوق ولوطه وعلى جنابه وخايف، خايف شيء يخوف مش لعب. ولا واحد جات راس بلديه هذه والاخرى واللي قبلها واللي قبله والوزير الداخليه ووزير البلاء ووزير الدوله ومش عارف شنو هو، كل السلطات جات لهنا وما ثم شيء شيء ما ثم. حسب رايك علاش؟ علاش شوفهم علاش هاك تشوف لها البلاد؟ قلت امكانيات، قلت مسؤوليه، ما فماش مسؤول يحس بالمواطن، شنو بالضبط اللي يخليهم معناها ساكتين على الخوار هذا؟ والله فيهم الكل، فيها ماديه وفيها معنويه وفيها اداريا وفيها شكون ياخذ بالرشوه وفيها شكون ياخذ فلوس وما عادش يدور بالبر هذا، سواء رئيس بلديه يتعدى من هنا يشوف الحاله يلعب له الاخر من غاديك تخرج تتقص كل شيء، وشكون يضرب فيها الخليل مسكين هكا زوالي اللي يتعدى من هنا خدام حزام زاد راه مش حتى لباس عليه، وكما حكيت لك راهم لباس عليهم الكل تاو كيما الاوتيل هذايا مولاه لاباس هذايا كيف كيف ملاك هذه ملاك ما تلقاش هذه زاد الخير هذه مولاها ارشي ملياردير اللي جا نهار وهاك تشوف لها منقوبه وفيها الحنوشه وفيها العذاب فيها كل شيء وما يجيش ما يطلش عليك ما يطلش وما يتفقدهاش ما يهموش هانو مالك وهو لاباس عليه بلاك ما فيها حتى معنى برا شوف هاني مكتوبه ممنوع المترجلين فهمت اختي اخي المترجل هو باش يتعدى باش يشوف لك حاجه هنا راه مش باش يبقى يخزر الفوخ هو يخزر لوطه ويا ربي باش يمنع ملح فر وكل مره مكربس فيها واحد كل مره طايح واحد سيرتو هاك المرضى مساكن هاك اللي ما يراش ولا يتعدى يطيح في حفره يطيح في قمه يطيح هذيك كانت القمه هذيك كانت يطيحوا فيها التوا هي غير توا يرجعوا يعملوا بحذاها الحجر يتنحل الباب هذاك بتاعها يطيح فيها الواحد وقلت لك خسروا عليهم بلاك هاي في الدوره ممنوع المترجلي اكاهو قداش عنده من اللي طاح النهج هذاك؟ عنده شهرين عنده ماكسيموم شهرين ما جاء حد بعدها متفقد حد جات ينقل بلديه حتى تبلاكا وكاهو البلاكا اللي احكي لك عليه يا ممنوع المترجلين حائط آيل للسقوط اكاهو حائط آيل للسقوط هذيك هي وين مشى ثم الناس ما تقراش راهي خير كلها تقرا وكلها تفهم وكلها مو ثم اللي ما يقراش ثم اللي ما يفهمش مسكين ثم اللي يطبس لوطه ماهوش يخزر للحيوط ولا يسوق في كهرباء هو باش يبقى يقرا في البلايك انت سكروا سكروا منه ومنه ولا اعمل له حل هما اللي جو خسروا عليه بلاكه وتعدوا وعنده تو شهرين ومازال باش يقعد الوين يتيح مره اخرى
هي البنايات الكل ظهر لي يلزمها حل معناها ما فماش واحده خير من الاخرى. لا لا كلها كلها ما هنا الباب حر على بعضها يمين اليمين واليسار وشمال وكلها ما كلها آلات كلها باش تطيح. وفما عبيد معناها تسكن لهنا؟ فما عائلات اما لهنا الاكثريه هذوما هنا ما همش مسكونين ياسر كلها تلقاها معامل معامل تاع صبابه وتاع خياطه والعائلات قليله من الحق ما وتله فيها فيها بحال ثلاثه ولا اربعه وتله هنا اقل وتير ما تلقاش فيها 40 50 واحد مش عباد هذوك ما تعرفش عليه والله العظيم قلت الحومه هنا الناس كل خايفه ما ينجمش يقف تحت حيط ولا ماذا به فارس يخرج منها البقعه.